Welcome to channel, by car. Pour l'homme, c'est la Scala Style. Donc, vous voyez le deuxième niveau de finition, la Maratia, il y a 9 Scala, il y a fait 3 de la Maratia, 9 le moteur, il y a le faux, les options. Donc, nous la Scala, on a les phares anti-brouillard, les feux LED, que tu vois, il y a 9 calendres, les 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 في سكالا ستيل غادي نلقاو الاطارات في الاسود دونك دي جونت الومنيوم حلين تعطي واحد الرونق رياضي شويه للسياره تفضلوا معايا الوغ هاد لا فينيسيون ستيل كتمتاز بالنسبه لهذيك العماره الاولى اللي هضرنا عليها ديال ليليغونس بحال العماره اللي شفنا في الكاميك هاد لانتيغيور تيكون بهذا اللون هذا بيج ليكرون تاكتيل تتلقاو العبار ديالو كبر شويه تتكون اوسي فيها كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون هادشي تعني ان لي سايك تقدر يدير واحد درجه الحراره واللي راكب حداه تقدر يدير درجه الحراره مغيره مي سينون كنلقاو ديما دو اوتوماتيك السوي كلاس هو تيخدم اوتوماتيك ريغولاتور دو فيتيس الفولون كوير لي كوموندو فولون زيد عليها اوسي سمارت لينك هاد لابليكاسيون اللي تتخلي سوسوا صحاب سامسونج ولا صحاب الايفون هذاك الانترفاس ديال التليفون كتبروشتا هنا ها هما كتشوفوا اندرويد اوتو والابل كار بلاي في لا فينيسيون ستيل فما فوق لا كودوار سنترال الصالون ها نتوما كيفاش تشوفوا عنده حتى هو واحد الشكل رياضي فيه هنايا لا الكونتاغا بواط اغون بلاصه الديدرات هادشي اللي كاين في كاع السيارات ديالنا اكتشفوا الخلف ديال السياره الو في لا فينيسيون ستيل كتمتاز بهاد لا كودوار سنترال اريير كيف ما سبق لي قلت سيستم ايزوفيكس ديال لي سيج بي بي لا كليم وكتمتاز اوسي لا ستيل بهاد لو اس بي تيب سي لور بالنسبه للناس اللي جالسين في الخلف حتى هما تيقدروا يشارجيو الهاتف ديالهم والكوفر 467 لتر دونك كوفر كبير وكبير بزاف هو الكبير اللي كاين في لو سيغمون ديال لا سكالا في هاد لي كومباكت لي زيسباس دو رونجمون لي كروشي في الجناب وبالنسبة للخلف ديال السيارة باش تكتشفوه دونك كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد نعاود نفكركم بلي زوغيغ ديالنا التوقيت اللي عندنا ديال الامل بالنسبة لشهر رمضان دونك كل نهار من 9 الصباح لستة العشية بالنسبة لنهار السبت من 10:30 ديال الصباح حتى لجوج ونص وبالنسبة للشهر الكريم ان شاء الله موعدونا في لي لايف كل جمعة مع 5:30 ديال العشية بغيت نشكركم بروكا و أتخي بيانتو إن شاء الله.